عبد الله بن حذافة السهمي. كان لعبد الله بن حذافة السهمي قدر في لقاء كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم، وأن تكون له مع كل منهما قصة. أما قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة، حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة، فهؤلاء الرسل سيذهبون إلى بلاد نائية لعهد لهم بها من قبل، وهم يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة ملوكها. ثم أنهم يدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطرة، لذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقام فيهم خطيبة، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك العاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلف بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فبعثنا حيث شئت. انتدب عليه الصلاة والسلام 6 من أصحابه ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والأعاجم، وكان أحد هؤلاء 6 عبد الله بن حذافة السهمي، فقد اختير لحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. جهز عبد الله بن حذافة راحلته وودع صاحباته وولده ومضى إلى غايته وحيدا فريدا ليس معه إلا الله، حتى بلغ ديار فارس فاستأذن بالدخول على ملكها. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه فزين، ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مرتديا عباءته الصفيقة، عليها بساطة الأعراب، لكنه كان مشدود القامة تتأجج بين جوانحه عزة الإسلام وتتوقد في فؤاده كبرياء الإيمان. فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده، فقال: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدن مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفض الكتاب بين يده وأن يقرأه عليه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. فما إن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه. فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل الله له، أيقتل أم يترك حرا طليقا، لكنه ما لبث أن قال: والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب راحلته وانطلق. ولما سكت عن كسرى الغضب أمر بأن يدخل عليه عبد الله، فالتمسوه فوجدوه قد سبق. فلما قدم عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام أن قال: مزق الله ملكه. أما كسرى فقد كتب إلى بدان نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك، وأمرهما أن يأتياني به. فبعث بدان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معه إلى لقاء كسرى دون إبطاء، وطلب إلى الرجلين أن يقف على خبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يستقصي أمره وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات. خرج الرجلان يغزيان السير حتى بلغ الطائف، فوجد رجالا تجارا من قريش فسألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هو في يثرب. ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون:
قروا عينا فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. أما الرجلان فيمما وجهيهما شطر المدينة حتى إذا بلغها لقي النبي عليه الصلاة والسلام ودفع إليه رسالة بذان وقال له إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا بذان أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد أتيناك لتنطلق معنا إليه، فإذا أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشته وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهما أرجع إلى رحالكما اليوم وأتي غدا. فلما غدوا على النبي صلوات الله عليه في اليوم التالي قال له أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن تلقي كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شرويه في ليلة كذا من شهر كذا. فحدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبدت الدهشة على وجههما وقال أتدري ما تقول؟ أنكتب بذلك لبذان؟ قال نعم، وقولا له إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك. خرج الرجلان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم على بذان وأخبراه الخبر، فقال لئن كان ما قاله محمد حقا فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. فلم يلبث أن قدم على بذان كتاب شرويه فيه يقول أما بعد فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم، فإذا جاء كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك. فما إن قرأ بذان كتاب شرويه حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. أما قصة عبد الله بن حذافة مع قيصر الروم، كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت له معه قصة من روائع القصص. ففي السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم فيه عبد الله بن حذافة السهمي. كان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى ملكهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا إني أعرض عليك أمرا. قال وما هو؟ فقال أعرض عليك أن تتنصر، فإذا فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزم هيهات إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. فقال قيصر إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال إذا أقتلك. قال أنت وما تريد. ثم أمر به فصلب وقال لقناصته أرموه قريبا من يده وهو يعرض عليه التنصر فأبى، فقال ارموه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلت، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بإحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية فكان أشد إباء لها من قبل، فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقى فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه. فقال رجال كسرى لملكهم إنه قد بكى فظن أنه قد جزع، وقال ردوه إليه. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، فقال ويحك فما الذي أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك
وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. فقال الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك علي. ثم دنا منه وقبل رأسه. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور. ولما نظر إلى الأسرى قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه، رضي الله عن عبد الله بن حذافة السهمي. العبرة. قصة عبد الله بن حذافة السهمي بتقول لنا مين هم الصحابة وإزاي كان حالهم ودورهم في نشر الإسلام، وقد إيه كانوا بيحبوه وقد إيه كانوا فاهمينه صح، علشان كده قادوا العالم وعشان كده نالوا المكانة العليا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. انت متخيلة معايا؟ ده كان سيدنا موسى وهو نبي كان خايف وهو رايح يقابل فرعون، فبالك بإنسان عادي مش نبي ولا حاجة ورايح يقابل كسرى وقابل قيصر. طيب وإيه كمان ممكن ناخده؟ إحنا مأمورين بأن إحنا ناخد بالأسباب الدنيوية. موضوع المعجزات والكرامات ده مش هو الأصل، الأصل هو الأخذ بالأسباب. من ضمن الأخذ بالأسباب اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله هو أنه اختار سيدنا عبد الله بن حذافة للدور ده، فده معناه أنه هو شاف فيه حاجة مختلفة عن غيره، عنده قوة نفس ما بتبهروش الحضارة، ما عندوش حتة انه يفتن بمال او بنساء او بسلطان. لان موضوع ان الواحد يهاجر من بلاد العرب الى بلاد الروم هي اصلا في حد ذاتها فتنة، وعشان كده كان المنافقين بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي حارب الروم: لا، ان احنا نخشى على نفسنا الفتنة. لان العجم في الوقت ده كان عندهم بقى ايه يعني المباهاة في القصور وفي اللبس وفي أكل في الأكل، وكانت حياتهم بتختلف عن حياة العرب اللي فيها تقشف وفيها شدة. فزي ما تقولي كده إيه، هم أوروبا بقى والتحضر، والعرب بقى المتأخرين اللي لسه يعني إيه تقدم والحضارة ما وصلت لهمش بالدرجة دي. طيب وإيه كمان ممكن ناخده؟ إن في حاجة قالها سيدنا عبد الله بن حذافة في القصة، بكى مش عشان جازع ولا خايف، لأ، ده بكى عشان كان بيشتهي أن يكون له بعدد ما في جسده من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر. يعني هو مش مبسوط أن أنا عندي نفس واحدة وهتموت في سبيل الله، لا، ده كان نفسي يبقى عندي كذا نفس تلقى في سبيل الله. هو ده بقى السر في قوته، هو ده السر في القوة الإيمان اللي عنده. الكلام اللي احنا بنتكلم بيه نفسنا هو ده، لما تكوني أقوى بيه أو تضعفيه. هديك مثلا مثال في موضوع الحجاب والنقاب والكلام ده، خصوصا يعني عشان موضوع وزير التربية والتعليم ده اللي عايز يقلع البنات النقاب. هتخيل معاكي ان انا بنت مثلا من طلاب ثانوي المنتقبات، في الموقف ده ممكن اكلم نفسي اقول ايه؟ اقول لنفسي: هتمنعني من المدرسة؟ مش هروح المدرسة يعني؟ ايه اللي جاب النقاب للتعليم؟ التعليم باظ بسبب المنتقبات؟ مش فاهم منظومة التعليم هتتظبط لما البنات تقلع النقاب وتقلع الحجاب؟ فالكلام دوت يتفاج دفعا على انك لا، طب ده انا هلبسه حتى لو انا مش لبسه هلبسه وهثبت عليه اكتر، واقول لنفسي كلام ايجابي كده، ويا سلام بقى كده وانا بقى ايه بقابل ربنا سبحانه وتعالى وانا بدافع عن دينه، مش بقى بالكلام لا بالافعال، لا انا ثابت على ديني، ولا حتى لو مش ملبسه حجاب كويس هلبسه كويس عشان الكلمتين دول بس. فلازم يبقى جوانا كده عزة الإسلام، ومش عزة الإسلام بس كإيمان وكفر، لا، عزة الإسلام في مبادئ الإسلام، مبادئ الإسلام دافع عنها، دافع عن مبادئ دينك، تمسكي بدينك. مجرد بس كده من أنت تظهروا أني لا أنا مش هقلع الحجاب مهما يحصل قدام أهلك قدام المجتمع، ده في حد ذاته أنت بترتقي جدا في درجاتك في الجنة. يعني انا في فتره من الفترات مش عارف حاجه كده من 20 سنه ولا من 15 سنه كانوا في فتره برضو كده حربوا فيها النقاب، مدير ايه كده دخل في فصل هزق بنت منتقبه. انا في الوقت ده سخنت قوي بقى ورحت قلت: طب والله لا انا ملبسه البنات النقاب، يلا انت قلعهم وانا البسه. رحت جايبه 15 نقاب، انا اي واحده هقابلها هكلمها واقع النقاب وهلبسها النقاب. والله شوفي والله ما في نقاب عرضته على واحدة وفي واحدة ردتني غير مرة واحدة بس، فنزلت من عندها مصدومة ومستغربة ازاي انا جاية ومستحضرة النية وكلمتها ودعيت، فالعادي بتاعي انها كانت توافق.
وكانت تلبسه في ساعتها، وده اللي حصل مع اللي قبلها. ليه هي لأ؟ ومشي بقى زعلانة قوي، وازاي ارجع بالنقاب، انا ازاي هرجع بيه؟ فرحت سبحان الله قابلت مرات بواب، قابلتها في الطريق، ازيك وعامله ايه وبتاع ايه. فقلت لها ايه، انا معايا نقاب هتلبسيه؟ قالت لي يا ريت. ولبستهولها في الشارع، والله سبحان الله في كلمتين. فيا جماعه دين ربنا قوي جدا، والله الحق قوي جدا، والله الحق حتى لو ما كانش في الدين، حقه حتى في امور الدنيا، حقه قوي جدا. وليه بس؟ مش مطلوب مني غير وليه بس، مش مطلوب منك اكتر من انك انت تثبتي بس على مبادئك، بالنيه، النية بس كده، انك انت مثلا رايحة عند قرايبك، كلميهم عن الحجاب، كلميهم عن الصلاة، كلميهم عن قيام الليل، ما تسكتيش. يعني اصل بصي، ان احنا كده كده هنموت، احنا كده كده هنموت، والدنيا ما صفتش لحد عشان تصفالي، واحنا مش جايين الدنيا عشان ننتخ ونرحرح ونلعب ونتفسح. ده ربنا سبحانه وتعالى وصف الكفار بان هم من صفاتهم الفرح والمرح، ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، في سورة غافر. يعني فكرة انك انت عايزة اروق على حالي، مش عايزة مشاكل، كفاية اللي انا فيه، انا مش ناقصة، الناس اصلا ما بتتهديش، انت مهما تكلمي ما حدش هيسمعك، انا حاولت كتير وما نفعش. عارفه الكلام حديث النفس ده غلط جدا. امال تقولي لنفسك ايه؟ قولي لنفسك انت في قلبك رساله ربنا للناس لازم تقوليها. شوفي ازاي كان حريص على انه يسلم الرساله يد بيد لكسرى. مفيش طب خد اديها له، لا، النبي عصام قال لي اديها لك، هديها لك. بصي يعني سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش بمعناه، لا، بحرفه. فالصحابة سر قوتهم ان هم استمدوا ثقتهم وقوتهم من الدين اللي هم شايلينه في قلبهم. فاحنا كمان، ما هو احنا برضو زيهم، بس احنا مش بالقوة دي، لان احنا عندنا حتة عايزة اعيش مستريح، ما عندنا تعلق بالراحة والانتخاء واحب واجيب واشتري واعمل يعني، وبنفتكر من كتر ما هي انتشرت ان ده الطبيعي. لا، مش ده الطبيعي، لا. وحتى لو كان عن طبيعي عند الناس، انت مالك بيهم؟ لا بصي، انت خليكي ماشيه ورا الصحابه، ما ملناش دعوه، ملناش دعوه بالناس. الناس اللي عايز يسيب دينه يسيبه، واللي عايزه تقلع حجابها تقلع. ادينا هو لما البنات طلعت الحجاب والطرحه، ايه اللي حصل؟ انا بشوف في الشارع دلوقتي بنات الشعر كتر قوي في الشارع، والله العظيم، والبطن بانت. يعني احنا نوصل يعني بقرود في الاخر، والله والله لو سيبنا نفسنا للغرب والعلمانيين اللي يمشونا عرايا كاملين في الشارع. فدول ناس متبعين لشهواتهم، متبعين للشيطان، احنا لو مشينا وراهم هنضمر، مش بس في الاخر، والله والله في الدنيا كمان. فلا، احنا عايزين نتكلم الناس القريبين مننا، مش بقول كلمة حد في الشارع، لا، كلم الناس القريبين منك. عايزين نشيل هم الدين شوية، هم الدين شوية. طيب، وبرضو في حاجة حركت سيدنا عبد الله بن حذافة. يعني أنا حسيت إن سيدنا عبد الله حاسس إنه إن الدنيا دي فرصة، عايز يلحق يعمل عمل عظيم يلقى بالله، مش مجرد إن هو عايز يخش الجنة بس، لا، هو إحنا كلنا عايزين نخش الجنة، لا، هو عايز يعمل عمل عظيم في الإسلام. طيب، وإيه كمان ممكن ناخده؟ إن الإسلام غيرهم تغيير حقيقي، مش تغيير شكلي بس. طب التغيير الحقيقي ده سببه إيه؟ سببه هو اتصالهم بالله. هما كانوا على اتصال بالله جامد جدا، كانوا فاهمين الدين صح، الإيمان اتبنى وتأسس، وعارفة أنت تأسسه صح في الإيمان، حصل تأسيس جامد في الإيمان، عقيدة الأذى في الله والقتال في سبيل الله والتضحية من أجل إعلاء كلمة الله كانت عندهم كبيرة قوي، كانت واخدة حيز من حياتهم ومن تفكيرهم كبير. إنما إحنا طبعا عقيدة الراحة والاستقرار ده فهم خاطئ. فخلينا يعني إيه من أهل الآخرة. قولي لنفسك الكلام ده، على فكرة قولي لنفسك، أنا مش بتاع الدنيا، أنا بتاع الآخرة، انا الدنيا مش عندي رقم واحد، لا طبعا، انا الاخيره عندي رقم واحد. انا بين يوم وليله ممكن ما اصحاش اصلا من النوم، شغلي امرض واموت ولا عجز، ممكن اصلا ما اصحاش من النوم.
لا انا ديني رقم واحد، انا هتعلم ديني واعلمه، هشوف ربنا سبحانه وتعالى امر بايه وهعمله. مش عايزه المشايخ يفتنونا، ومش عايزه المختلف فيه يفتننا. ليه؟ لان الموضوع ببساطه عندك ربنا، روح اساليه. انا مش فاهمه يعني، شفت المشايخ اختلفوا، ما تروح لربنا وقول يا رب ده اختلفوا اعمل ايه؟ ليه اول ما بيختلفوا فين السهل، فين اللي اقدر عليه اعمله؟ لا ما تبقاش كده في المختلف فيه، مختلف فيه تروحي على طول لربنا، يا رب المشايخ اختلفوا في دي، الشيخ فلاني بيقول ده حلال، الشيخ فلاني بيقول ده يجوز، اعمل ولا لا؟ ماشي. فعايزين يبقى ارتباطنا بالله مش ارتباطنا بالمشايخ، ماشيين ورا الصحابة مش ماشيين ورا مشايخنا، لان مشايخنا في منهم كويس وفي منهم اللي مش كويس، في منهم اللي هيجي يوم القيامة وهنتصدم فيه وفي منهم يعني من قد يقودنا للخير وبعد كده يقودنا هو نفسه يقودنا للشر، فيعني لا يؤمن عليهم الفتنة. فبالتالي لا، أنا مش هربط نفسي بشيخ، مش هربط نفسي بعالم، أنا هربط نفسي بالله سبحانه وتعالى، وعندي الكتب وعندي المشايخ أسمعهم، نسمعهم كل حاجة، بس التعلق ما يكونش بيهم. لأن أنا لاحظت إن في ناس كتير جدا بتخش في الالتزام بسبب شيخ، بيحبوا الشيخ بس. طب والشيخ ده إذا انحرف أو إذا ضل أو خلاص كده هنمشي ورا برضه ولا إيه؟ لا طبعا. أو مثلا إذا هو اتفتن خلاص اتفتن أنا بقى معاه ولا إيه؟ لا طبعا. خلاص جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.